للأسف الربيع العربي جه بنتيجة عكسية، لأن كل دولة انشغلت بمشاكلها الداخلية وما يحدث بها من أزمات، من أزمات سواء أزمات اقتصادية أو أزمات سياسية. فمسألة إسرائيل لم تكن هي أولويات أو أجندة أي حاكم عربي جه بعد الثورات العربية، خاصة الثورات دي جت بوبال على هذه الدول، ومحدش نجي منها أو مش ما نجيش منها. يعني كانت أقل تأثيراً على مصر وتونس، إلا إن أكثر تأثيراً والدول تحطمت نهائياً. عندنا ليبيا، عندنا اليمن، عندنا سوريا، فدي دول اوريدي تحطمت لن تستطيع الوقوف في وجه إسرائيل. والدول اللي هي يعني هوسند نفسها زي ما بيقول كده مصر وتونس عندها يعني مشاكلها الأكبر اللي محتاجة منها مجهود إنها تحلها أكتر من إنها تقف قدام إسرائيل اللي هي شايفة أساساً إنه مش خطر عليها في الوقت الحالي.